وقع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي اتفاق تعاون مع رئيس منطقة كولون الاقتصادية التابعة لقناة بنما. وأفادت المنطقة الاقتصادية بأن الاتفاق يهدف للتعاون المشترك بين المنطقتين وتبادل المعلومات لإتاحة الفرصة لجذب المستثمرين من المناطق المختلفة للتأكيد على مكانتهما الدولية والاستفادة من الخبرات البشرية المتاحة، كما يهدف إلى تقديم قيمة مضافة لخلق سلاسل إنتاجية متكاملة، وكذلك السعي لرفع مستوى أداء المناطق الصناعية المستقبلية بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المستدامة في المناطق الصناعية واللوجستية والتجارية. أكدت مصر ضرورة توصل المؤتمر الوزاري 12 لمنظمة التجارة العالمية بجنيف لنتائج تسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتعزيز الأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى توفير وتسهيل الوصول للقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية. وخلال كلمة مصر بالمؤتمر، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع التزام مصر الكامل بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أغلقت الجلسة على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعية من العرب والأجانب. وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات و800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 662 مليار و758 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10,057 نقطة، وقد أغلق منخفضا بنسبة 82%. ونتحول إلى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70، والذي انخفض أو فتح عند مستوى 2,860 نقطة وأغلق عند 1,837 نقطة ليتراجع بنسبة 1.28%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا عند مستوى 2,763 نقطة ليغلق عند مستوى 2,725 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 1.39%. في اليابان، انخفض الين إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في 24 عاما، وارتفع الدولار إلى 135.22% ين ياباني، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر من عام 1998، وذلك بعد أن حقق مكاسب في الجلسات السبع الماضية. نهاية أخبار الاقتصاد.